يوم موته ميلاد ثاني، تحول إلى حديث الشارع وكما لو أنه ولد من جديد. مطهر الإرياني، مؤرخ اليمن وأديبها الجميل، شاعر غنائي وباحث موسوعي ومؤسس المعجم، غاص في تفاصيل الشخصية اليمنية وملامحها وكل ما يتعلق باليمن تاريخا وحضارة وفكرا وموروثا شفهيا ونقوشا. له دور سياسي في الكفاح الجمهوري ضد مشروع الإمامة، كما هو دوره الأدبي والحضاري. له بصمة مهمة جدا في الذاكرة اليمنية. هو إذن أحد أعلام المشروع الجمهوري وأحد شعراء اليمن الغنائيين. مهما اختلفت زوايا الدخول إلى عالم هذا الرجل نجده حاضرا فيها، غير أن الإضافات التي وضعها مطهر الإرياني فيما يتعلق بالذاكرة اليمنية ذاتا وروحا وهوية فتحت أفاق الجيل المعرفي في المستقبل من خلال هذا الرجل الموسوعة الذي كان بمثابة بوصلة للقومية اليمنية الحديثة والشخصية اليمنية ذات الارتباط الوثيق بالحضارة والحضور اليمني والأرض والإنسان. هذا المساء اليمني سيكون من بلقيس صوت اليمنيين، مخصصا للإرياني الذي كان المعبر الوجداني والذهني عن اليمنيين. نستعرض تجربته ونفتح البوابة للدخول إلى عالم الراحل الذي كان مشروعا في شخصية أنجبتها الأرض اليمنية. المساء اليمني سيتحدث عن مطهر الإرياني، الإنسان المشروع في ميلاده الثاني. وقف وودع. وقف الإرياني مودعا هذه المرة وداعه الأخير، ربما تململ قليلا وجمع في وجدانه خارطة البلاد لينساب في أرواح اليمنيين كأشعاره التي أصبحت جزءا من الذاكرة الجمعية والهوية اليمنية. هل مات حارس البن في وادي سبأ؟ أم أنه بعث بحياة جديدة وخالدة في ذاكرة اليمنيين؟ ولئن مات لم تمت في قصائده لا البن ولا سبأ. برحيل الشاعر والمؤرخ مطهر الإرياني يستحضر اليمنيون بكثير من الشجن مراحل النضال التي مر بها الشاعر المؤرخ والتي تركت بصمة واضحة في شعره وتاريخه. مثلت قصائده امتدادا للأرض والهوية اليمنية التي شكلها الإرياني بذلك الإلهام الفني العذب، وهو يرسم ملامح الهوية اليمنية بكفاحها وعبق الأرض الممزوج بأهازيج الزراع وملالات الرعاة ورائحة البن وأغاني السمار، لتشكل ذلك المزيج المتجانس عبر التراكم التاريخي والتنوع الحضاري لدى اليمنيين. الملحمة الغنائية اليمنية العامرة بالحزن والألم والحنين التي سبرت أغوار الروح النضالية اليمنية وكفاحها لتوثق لمرحلة مهمة في أكثر المنعطفات مصيرية من تاريخ اليمني وكفاحه. رحل عاشق آخر من عشاق هذا الوطن بعد أن عانق تاريخنا السبائي والحميري، وهو يضع بصماته التوثيقية والتفكيكية لرموزها ونقوشها المسندية ومعاجمها وأدبها ومفرداتها، كيف لا وهو الخبير بتاريخ اليمنيين وحضارتهم المتراكمة. بعد 83 عاما يرحل الأديب والشاعر والمؤرخ والمحقق اليمني مطهر علي الإرياني، مخلفا وراءه تركة ثمينة للأجيال من بعده وللمناضلين الذين يكتبون اليوم تاريخ الجمهورية على تراب هذا الوطن ويردون درب الحرية من بعده. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أرحب بداية بضيوفي في هذه الحلقة. بداية ضيفي في الاستوديو الكاتب والناشط السياسي محمد المقبلي. مرحبا محمد. أهلا وسهلا أستاذي. كذلك مشاهدينا الكرام، سينضم إلينا اليوم عبر السكايب الصحفي نجيب اليافعي، وكذلك الباحثة الأستاذة ميساء شجاع الدين، وعبر الهاتف من صنعاء الباحث والمفكر الأستاذ عبد الباري طاهر. أستاذ محمد، من أين ندخل إلى عالم مطهر الإرياني؟ ندخل إلى عالم مطهر الإرياني من نافذة الشخصية اليمنية الحضارية بكل أبعادها، لكن قبل أن ندخل إلى ذلك أعزي نفسي وأعزي أسرة الفقيد الراحل وكل الشعب اليمني الذي أخلص له هذا الرجل وعمل من أجل أسرته اليمنية الكبيرة.
أما الدخول فهو كالتالي: مطهر الإرياني قارئ متعمق في ملامح الشخصية اليمنية، ومناضل جمهوري، ومؤرخ متبحر في كثير من العلوم، ومحقق للكثير من اللغويات، وأيضا ذاكرة شفهية للأدب وللموروث الشعبي اليمني. هذا الشخصية استطاع أن يجسد الشخصية الحضارية اليمنية والمشروع اليمني الحضاري في شخصية هذا الرجل. هو في الجانب السياسي حاضر كأحد أبرز رموز النضال السياسي الجمهوري في منتصف القرن، هو حاضر في الجانب الفني كأحد أهم كتاب الغنائيات اليمنية، هو حاضر في وجدان اليمنية، في الزراعة، في المدرجات، في المهاجل الزراعية. عاش مطهر الإرياني وطن داخل شخص اسمه مطهر الإرياني. اليمن بكل تفاصيله، المدرجات الزراعية، الموروثة الشفهية، المهاجل، البالة، حنين المغترب، مناهضة الطغيان الإمامي، كل هذه التفاصيل لهذا الإنسان اليمني الحضاري كانت داخل شخصية هذا الرجل، كما لو أنه خلق لكي يكون شخصية يمنية تعكس الصورة الجماعية لتفاصيل هذا الذات اليمنية الحضارية ذات البعد التراكمي. إن تحدثت عن سبأ وحمير سيكون حاضر مطهر الإرياني، إن تحدثت عن كتاب شمس العلوم والتحقيقات اللغوي سيكون حاضر مطهر الإرياني، إن تحدثت عن أجمل الغنائيات اليمنية وعن البالة وعن الرزفات وعن الليالي الجميلة لهذا الإنسان اليمني الذي تعرض للقهر الطويل سيكون حاضر مطهر الإرياني، إن تحدثت عن التاريخ وما أدراك ما التاريخ والتراكمات الحضارية سيكون حاضر مطهر الإرياني، إن تحدثت عن المستشرقين وكيف استطاعوا أن يلتقطوا هذا الموروث التفكيكي للنقوش المسندات سيكون حاضر مطهر الإرياني. أينما تحدثت عن اليمن ستجد هذا الشخصية الذي ذاب في اليمن، ذاب في ملامح الشخصية اليمنية، روح الشعب. اليوم عندما تلاحظ ردة الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي من جيل الشباب وخصوصا جيل 11 فبراير ستحس أن روح الشعب تتجسد في هذا المشروع. لكن الأهم، رحل مطهر الإرياني لكن مشروعه لم يرحل، تركه مفتوحا أمام هذه الأجيال، وهذه الأجيال لديها مسؤولية تاريخية هي أن تحول مشروع مطهر الإرياني الذي تركه وموسوعة التاريخية إلى عبارة عن أسس يمنية للذات اليمنية الحضارية الجديدة. هذه هي اليمن وهذه هي تفاصيلها. وكما لو أن موت هذا الرجل رغم الحزن الذي خيم على الناس إلا أنه كان أشبه بالميلاد الثاني، لأنه من وجهة نظري الشخصية أن لكل شعب إيقونات، مثلما أن للفلسطينيين إيقونيتهم التاريخية كمحمود درويش، وللسوريين إيقونتهم التاريخية كالعظمة وكعشتار، وأيضا لليونانيين إيقونتهم الحضارية التاريخية، لليمنيين أيقونات حضارية، لليمنيين البردوني ولليمنيين مطهر الإرياني. سنحدث الأجيال القادمة عندما يسألوننا من أين جئتم، سنقول لهم نحن جئنا من شعب مطهر الإرياني الذي كان روح هذا الشعب وامتداده الحضارية. هو لم يكن يعكس منطقته الذي عبارة عن العمق الحضاري أو منطقة يحصب ابن رعين ابن يشجب ابن حمير مديرية القفر، لكنه كان يعكس المشروع الحضاري للذات اليمنية التي تعبر أحد الإضافات الحضارية الكونية. ولذلك أنا من وجهة نظري الشخصية أن أكثر من فهم الذات اليمنية الحضارية هو مطهر الإرياني من اليمن، وأيضا الرحالة الدنماركي، وأيضا اليونانيين الذي أسموا هذه البلاد العربية السعيدة. لم يسموها العربية السعيدة إلا نتيجة للسعادة الحضارية، السعادة الحضارية الذي فتش عنها ونقب عنها هذا الكنز الحميري العظيم الذي اسمه مطهر الإرياني. طيب أين هي الملامح الجمالية في إذا ما صح تعبير مشروع مطهر الإرياني، أين نجدها؟ أنا أعتقد أنها في ملمحين بارزين أساسيين: الملامح الجمالية الفنية فيما يتعلق بتفتيشه عن الجوانب الفنية وترجمتها للكثير من النصوص العظيمة التي شكلت انزياحات مثل قصيدة ترنيمة الشمس، وأيضا الجانب الجمالي لهذا الإنسان عندما يتحدث مطهر الإرياني عن مهاجر الإنسان الريفي الذي يزرع المدرجات ويحولها من جبال صخرية إلى عبارة عن مدرجات. هو يتحدث عن الفن المعماري الذي يرسم به هذا الإنسان المزارع الفلاح البسيط هذه المدرجات كما لو أنها شكل فني جميل جدا، ويعززه مطهر الإرياني في أنه يبحث عن تلك الموروثات والمهاجل. يعني مثلا عندما يتحدث مثلا عن أبرز المهاجر المصاحبة للزراعة بصوت الشجن، عندما يتحدث عن شجون المغترب وهو يقول: قالت الهائمة ليخل خلف البحارة، قاس قلبي وراه ولا أرجع بالأمارة، خذ سبعة بحور خلي مهاجر ومهجور، كم تطيل الدهور كم يحتمل،
قلب مقهور. هو يتحدث عن جماليات هذا الإنسان اليمني، عن انزياحه، عن شجنه، عن روحه العذبة الذي تعكس أحد القيم الجمالية لهذا الشعب الذي تعرضت ملامحه الحضارية لأعظم عملية قهر تاريخي عن طريق نظام الأئمة الذي محو كل ما له علاقة بالجمال الحضاري بالنسبة للذات اليمنية. انحاز الإرياني كثيرا للحقول، أليس كذلك؟ ماذا؟ انحاز كثيرا للحقول اليمنية. نعم، باعتباره قادم من وسط السهول، وسط حقول البن في إريان وفي مديرية القفر الذي تعتبر هي قلب يحصب. هذه الحقول الذي نشأ فيها مطهر الإرياني نشأ مرتبط بالأرض وحميميتها، مرتبط بالساقية، مرتبط بزهر البن الذي يتفتح في الربيع، مرتبط أيضا بأصوات الأمهات وهن يحصدين مثلا البن، مرتبط بالسمرات، يعني السمرات الذي موجودة في مديرية القفر هي سمرات البالة وسمرات الرزفة الشعبية، لكن حور هذا الفن إلى مشروع حضاري. مثلا البالة هي موروث شعبي موجود في المناطق الوسطى، لكن مطهر الإرياني بروح الفنان وبروح الأديب استطاع أن يحولها إلى ملحمة شعبية تعكس تفاصيل هذا الإنسان ونفوره من الطغيان. لما قالوا لي البحر، قلت البحر يا سارية، والبن للتاجر المحظوظ والطاغية. عكس عن القهر السياسي الذي يعيشه هذا الإنسان اليمني، وهو يلاحظ أن كل شيء جميل في هذا الأرض وفي هذه الحقول وفي هذه المعالم السياحية تذهب للطغيان السياسي، فهو انحاز لهذا الإنسان باعتباره ينتمي إلى الأرض، وعكس هذا الانتماء إلى الأرض الحضارية أيضا مقارعة الطغيان السياسي باعتبار أن الإنسان ذو الجمال الحضاري والذي عنده ذات حضارية ويؤمن مشروعه الحضاري دائما عنده نفور من الطغيان، وهذا ما عكسه مطهر الإرياني في مشروعه الحضاري المتكامل. طيب يعني سنكمل الحديث. تنضم إلينا الآن الأستاذة ميساء شجاع الدين، الكاتبة والباحثة، معنا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذة ميساء. ألو. أيوة أستاذة ميساء، مساء الخير. أيوة مرحبا فيك. حياكم الله. أستاذة ميساء، ترك مطهر الإرياني مشروع للأجيال، كيف يمكن الاستفادة من مشروع الإرياني من الجانب الحضاري؟ أستاذ مطهر كان في شعره مرتبط بالإنسان اليمني، بالأرض اليمنية، كان حتى مفردات شعره هي بتعبر عن هذا الشيء، وكان بيعبر عن المواطن البسيط، ابتعاد عن السلطة، زهده الدائم عنها، هذا ظل خلاه دائما هو منحاز للإنسان اليمني. هذا من زاوية. من زاوية ثانية كمان هو أيضا كان مؤرخ وكان متخصص في التاريخ اليمني قبل الإسلام، وكان شخص دؤوب، يعني عن معرفة شخصية، كان شخص يشتغل على النكش أو على المخطوط فترة طويلة، فكان دقيق جدا في عمله التاريخي، لكن هذا ما جعلاش شخص أسير للماضي أو شخص ينظر للماضي بتقديس إلهي، لا، كان ينظر دائما للماضي كدليل على أنه اليمنيين استطاعوا إنجاز أشياء كثيرة في حياتهم، استطاعوا إنجاز قيمة حضارية في لحظة من اللحظات وقيمة إنسانية، وأنهم قادرين على إنجاز هذا الشيء في المستقبل. هذا اللي جعله دائما ينحاز لكل تطلعات الشعب اليمني أثناء ثورة سبتمبر، حتى في ثورة فبراير 2011 كان منحاز لها بشدة، وكان سعيد فيها جدا، كان سعيد بنتائجها. وممكن أكثر شيء يحزني يعني فاتا أنه توفي وهو حزين على اليمن، وكان مقهور بشدة، وكان يكرر كثير في آخر الزيارات له في القاهرة أن الموت صار أرحم، فواضح أنه كان في يأس، هل حطت يأس شديدة، فهذا من الأشياء المؤلمة جدا أثناء رحيله. طيب إذا ما تطرقنا إلى التاريخ السياسي، التاريخ الحضاري تحديدا، باعتبارك باحثة تاريخية، أين كانت بصمات الإرياني فيه؟ أستاذ الإرياني كان بطبيعته مدقق، وما كانش يميل للتاريخ الأسطوري اليمني اللي فيه تمجيد عظيم بدون إسناد، بدون أدلة، فكان دائما يميل أنه كل شيء يقوله لازم يكون له أثار نقوشات معينة يدرسها، وكان دائما يقول أنه لازم ننقل التاريخ اليمني من سماء الأمجاد الأسطورية إلى سماء الأمجاد الحقيقية، يعني كان بيعتبر أنها أيضا أمجاد لكنها بدون مبالغة، بدون زيادة تفخيم وتهويل مثل النجاد الكامل غزا الصين أو شيء من هذا القبيل، كان دائما يقول هذا أشياء مش حقيقية وما حصلتش أصلا، وكان أشياء اللي مثلا غير موجودة، يعني ما ليس لها أدلة أو آثار، كان
يتكلم انها ما كان ما يحاولش انه يفتي فيها يعني كان يقول غير موجود عندنا اي نقوش او شيء يقول ان هذا الشيء حصل. فكان بطبيعته مدقق جدا تاريخيا، وكان بيشوف الفعل التاريخي كقيمة يعني كشيء فعل انساني بيعبر عن الانسان اليمني وعن ارضه، ما كانش بيعتبره شيء منفصل عن المستقبل او عن الحاضر، ما كانش بينظر للتاريخ باعتباره شيء سيتكرر، لا باعتباره هو سيبنى عليه مستقبل افضل، وان اليمني مثل ما انجزوا هذا الفعل الحضاري العظيم في لحظه من اللحظات سينجزوا فعل حضاري اخر. نعم، طيب تفضلي بالبقاء معنا استاذه ميساء. نشرك الان في الحوار الاستاذ نجيب اليافي الصحفي معنا عبر السكايب من الدوحه. استاذ نجيب، أنت يعني كمهتم بالذات اليمنية، كيف كان المشروع مشروع الإرياني وماذا يعني لهذه الذات؟ في الحقيقة من لا يعرف الأستاذ مطهر الإرياني لا يعرف اليمن، لأن الأستاذ مطهر الإرياني وهب حياته وروحه وكل وقته في مسألة الحفاظ على الهوية اليمنية التي طمست لفترة طويلة، والمشروع الكبير الذي تبناه منذ أن كان صغيرا حتى توفاه الله رحمة الله تعالى عليه كان في مسألة تثبيت الهوية اليمنية وأيضا رفع الروح المعنوية. نحن نعرف أن المشروع الإمامي في اليمن منذ 1000 عام من القرن الثالث الهجري والقرن العاشر الميلادي يعني كانت له ركيزة أساسية وهي هدم النفسية اليمنية واستعباد النفسية اليمنية عبر نزع الهوية الوطنية القومية لليمنيين. هم يقولون يعني على سبيل المثال أن اليمنيين لم يعرفوا تاريخهم ولا حضارتهم إلا من منذ أن جاء الهادي يحيى بن الحسين الرسي مؤسس المذهب الهدوي في اليمن في القرن الثالث الهجري، ولذلك تأسست ونشأت الحركة الوطنية القومية الأساسية التي امتدت منذ القرن العاشر الميلادي، وحتى جاء الأستاذ مطهر الأرياني ليواصل السلسلة الذهبية الرائعة التي كان رأسها العلامة نشوان بن سعيد الحميري والعلامة الحسن بن أحمد الهمداني صاحب الإكليل، والسلسلة الذهبية التي استمرت وتواصلت، وكان الأستاذ مطهر الأرياني الشرف الكبير والفخر الذي نشعره بالفخر الكبير لهذا العلامة الكبير الذي استطاع فعلا أن يعيد الهوية الوطنية بأشكال متنوعة ومتعددة عبر الجوانب الفنية والتاريخية والشعرية وعبر اللهجة اليمنية عبر ارتباطه بهذا الإنسان اليمني. ومن يتابع مشروع الأستاذ مطهر الأرياني يجد أنه كان يعني مؤسسة وطنية بحد ذاته منذ أن قامت الجمهورية في 1962 وهدمت المشروع السلالي الطائفي الكهنوتي الإمامي في اليمن. للأسف الشديد لم تتبنى اليمن كجمهورية وكدولة وكوطن مشروع فكري ثقافي يحافظ على الجمهورية كفكرة وثقافة وينشرها يعني في أوساط الشعب اليمني عبر تحويلها إلى ثقافة عامة تصل إلى كل بيت يمني. وللأسف الشديد كان من أركان هذا المشروع وناس معدودين جدا، كان من أبرزهم الأستاذ مطهر الأرياني رحمة الله تعالى عليه، وأيضا الدكتور عبد العزيز المقالح إضافة إلى الشعراء الكبار الذين تبنوا هذه الثقافة. والمشروع الذي تبناه الأستاذ مطهر الأرياني سواء كان ما يتعلق بالتاريخ أو ما يتعلق بالشعر أو ما يتعلق نفس الكلام بالدراسة التي قام بها وخلال الفترة الماضية، عندما عدنا إلى التراث الذي كتبه وشارك فيه خصوصا في مجلة دراسة يمنية التي ينشرها المركز اليمني للدراسات والتي رأسها الدكتور عبد العزيز المقالح، وكذلك في الموسوعة اليمنية التي صدرت عنها مؤسسة العفيف الثقافية، عندما تجد روح هذا الشخص تجد أنه يتمحور بشكل عام مثل ما قال الدكتور عبد العزيز المقال عنه أنه شاعر الأرض والإنسان والطبيعة، أفضل من تكلم في هذا الموضوع وغرس وتعمق وفصل في تفاصيل النفسية والشخصية اليمنية هو بلا شك كان الأستاذ مطهر الأرياني. نعم، سنعود إلى الحديث مع الأستاذ نجيب اليافعي. نعود الآن إلى الأستاذة ميساء شجاع الدين. أستاذة ميساء، باعتبار العلامة الإرياني الفقيد يعني كان له بصماته الواضحة والبارزة في تاريخ اليمن، وباعتباره كان شهيدا كما قلت وكان فرحا بثورة الشباب في 2011 وكان مجروحا مما يحدث الآن في البلاد، أين هي يعني كيف تتوقع بصمته ستكون في مستقبل اليمنيين؟ لا شيء يعني لا شيء يفيد المستقبل مثل ان انت تدرس التاريخ. هذا دراسه التاريخ بحد ذاتها هي بتخلق بتخليك قادر على معرفه
طبيعة هذا البلد، طبيعة أرضها، طبيعة إنسانها. هذه نقطة. النقطة الثانية، هو أيضا عبر عن الذات اليمنية، عن الروح اليمنية بأشعاره، وهذا بيشكل جزء من وجدان اليمن. يعني في عادة شعراء بيشكل وجدان شعوب معينة، الإرياني سيكون واحد من الشعراء اليمنيين بيشكل وجدان الشعب اليمني، مثل البردوني، مثل الفضول، مثل كثير من الشعراء اللي هم بيشكلوا قيمة وطنية وأدبية لليمنيين، بيشكلوا جزء من هذا الوجدان هذا الشعب. فبالتالي أتصور أن الإرياني وضع هذا الشيء، يعني وضع نفسه في هذا المكان في وجدان الشعب اليمني، سيظل موجود. وهو إنسان كان موسوعي، يعني موسوعي في المعرفة، يعني كان مؤرخ، كان أديب، كان شاعر، كان شخص متعدد المواهب ومتعدد المعارف أيضا. وكان في كل هذا بيجيد أكثر ما يجيده العمل التاريخي والشعر، وكان بيقدر يكمل بعض لبعض، بمعنى أنه معرفته التاريخية كانت بتغذي قدراته الشعرية، بمعنى أنه من خلال معرفته التاريخية كان بيتعرف أكثر على الذات اليمنية، على الشخصية اليمنية، على الأرض اليمنية، وبيعبر عن هذا في شعره، ليس فقط في الدراسات التاريخية. طيب، يعني إذا ما شاهدنا أو لاحظنا ردود الأفعال حول رحيل العلامة الإرياني، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو في القنوات، برأيك هل سينصف الإرياني أو مشروع الإرياني بشكل أكبر في المستقبل؟ هذا أكيد. الآن اليمن في حالة يعني صراع، وأي كل الشعوب بتمر في حالة الصراع هذه أثناء مرورها بمراحل انتقالية لمرحلة جديدة. وأنا أتصور أن الإرياني كان دائما بيعبر عن الأمل بأن اليمنيين قادرين على أنهم يصنعوا شيء في مستقبلهم، أنه ليسوا فقط شعب كان له ماضي، هو أيضا كان شعب له قادر أنه يصنع مستقبل. فأتصور أنه هذا أكيد بالتأكيد، كما هو واضح يعني أنه الإرياني الاحتفاء فيه لو تلاحظ أنه احتفاء شعبي مش احتفاء رسمي، احتفاء مش ما احتفتش فيه يعني الأطراف المتصارعة، يعني تحديدا مثلا زي الحوثي مش ممكن يحتفي بالإرياني، مش ممكن علي عبد الله صالح يحتفي بالإرياني. دائما هو الإرياني موجود في صف الشعب، هذا طبيعي. فلذا تلاقي الاحتفاء هذا احتفاء شعبي، هو لم تقوم الدولة بأي شيء تجاهه. لاحظ أنه لا توجد مؤسسات ثقافية كبيرة في اليمن، فبالتالي مجهودها كان مجهود حتى شخصي، قايم على مجهود ذاتي بنفسه، يعني كان هو الوحدة بيتحرك، كان هو الوحدة كان بيقوم بمقام عمل مؤسسي. يعني عندما تتحرك في أنك تعمل تدرس من نقوشات مكتوبة بخط المسند وتظل تشتغل عليها سنوات لإصدار كتاب صغير، هو حاليا تحت الطبع، أتمنى أن أولاده يهتموا بما خلفه في أنهم يطبعوا ويشتروه للآخرين. لكن إذا تكلمنا على هذا الشيء عمل مؤسسي، يحتاج عمل مؤسسة كبيرة ويحتاج إلى أموال كثيرة، لكن هو كان يعملها بمفردة بدون أي عائد مادي وبصمت، يعني من غير أي ضجة إعلامية حوله. فهذا اللي حاصل الآن هو احتفاء شعبي بالإرياني، هذا واضح إنه لأن الإرياني كان شخص منحاز للإنسان اليمني وللشعب اليمني والمشروعه والأحقة أو أحلام الشعب اليمني. أشكرك شكرا جزيلا الكاتبة والباحثة الأستاذة ميساء شجاع الدين، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أستاذ محمد، الذاكرة اليمنية كانت موجودة وبوضوح لدى الإرياني. المستقبل اليمني وفق لي، يعني غيب الإرياني بشكل كبير وملاحظ في ما مضى من الأيام، المستقبل هل سيحمل شكلا آخر؟ أنا أعتقد أنه لماذا اشتغل الإرياني على بناء الذاكرة اليمنية؟ لأن مطهر الإرياني عانى وكابد وشعر بالقهر الحضاري الذي تمر بها القومية اليمنية بين قوسين الحميرية. مطهر الإرياني كان أحد الذي شردهم الأئمة وسافر إلى عدن، وبعد ذلك عانى من أجل المشروع الجمهوري، وكان يشعر أن ذاتها اليمنية مغيبة. هذا الشعور بالغياب والشعور بجرح بالقومية اليمنية المجروحة هو الذي جعل الإرياني أن يكابد وأن يقهر الظروف وأن يشتغل كموسوعة كمشروع، مثل ما ذكرت الأستاذة ميساء، اشتغل بشكل صامت وتحول هذا الشخصية إلى مشروع لسبب بسيط جدا.
استيقظ الإرياني على قومية يمنية مهدورة غائبة في ظل اختزال اليمن في 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 أشخاص الأئمة في تلك المرحلة، فبدأ يشعر هذا الرجل بجرح القومية اليمنية، ويشعر أن هذا أن القومية اليمنية ذات الامتداد التاريخي تعرضت في كل مراحلها للقهر والتغييب والطمس المعالم مقابل إحلال الشخصية الخرافية للأئمة. فبدأ يشتغل هذا الرجل بصمت، وبالذات أن مشروع سبتمبر كان المفروض أن يتلوه مشروع تنويري، لكن للأسف الشديد السلطة التي وصلت إلى الجمهورية وانحرفت عن المسار الجمهوري لم تستطيع أن تحول مشروع الجمهوري المبني أساسا على القومية اليمنية إلى مشروع تنويري كبير، إلى مؤسسات، إلى مراكز دراسات، إلى مراكز أبحاث، بل كانت تسعى إلى تغييب كل عقل جمهوري قادر على أن ينتج فكرة جمهورية مبنية أساسا على الحرة، على الحرية لا تتملق للسلطات. هذه الذاكرة اليمنية العظيمة الذي استطاع مطهر الإرياني بشخصه وكثير من اليمنيين الأحرار الموجودين في كل مكان أن يؤسسوها، هي ستكون الأساس للانطلاق نحو المستقبل. بمعنى آخر، لا يمكن أن تنطلق نحو المستقبل إلا إذا بنيت على التراكم الحضاري للحركة الوطنية الممتدة من قرون، سواء الحركة الوطنية الحديثة التي جاءت في منتصف القرن النصف القرن أو تلك الحركة الوطنية ذات الامتداد الحضاري. هذه الذاكرة ستكون أساس المستقبل. ومن المعني بهذا الذاكرة؟ المعني بهذا الذاكرة هو جيل المستقبل الذي ينبغي عليه أن يفكر ويعيد قراءة موسوعة مطهر الإرياني. مثل ما قال الأستاذ خالد الرويشان، رحل الإرياني وودع، لكنه ترك مشروع بين أيديكم، عليكم أيها الشباب أن تعرفوا ماذا ترك مطهر الإرياني وأن تبنوا على هذا المشروع ذاتكم الحضارية الجديدة. سنعود لاستكمال النقاش حول هذا المشروع، لكن دعنا والمشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل قصير، بعده مشاهدينا نعود لاستكمال النقاش مع ضيوفنا، ابقوا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. نعود إلى ضيفنا الأستاذ نجيب اليافعي معنا. أستاذ نجيب، حدثنا عن أبرز ما شد انتباهك في مشروع الراحل من الناحية الفنية ومن الناحية التاريخية أيضا. أستاذ نجيب، في الحقيقة الموضوع التاريخية والفنية التي تركها الراحل مطهر الإرياني عظيمة عظيمة بكل ما تحمله الكلمة، فقد كان موسوعة يعني بحد ذاته. إن تكلمنا عن معجم اللغة والتراث اليمني، سنجد أنه يبدو المعجم الوحيد والرئيسي الذي تكلم عن اللهجة وتفاصيل المجتمع اليمني من حيث اللهجات ومن حيث الزوامل ومن حيث الرزفات ومن حيث الحياة اليومية الطبيعية التي يعيشها الإنسان المواطن اليمني. وهو طبعا في مجلدين نشرتهم مؤسسة الميثاق، وللأسف الشديد يعني عندما تسأل اليمنيين وشباب الثورة عن هذا المعجم نادرا ما تجد هذا المعجم في بيت أي شاب من شباب الثورة اليمنية للأسف الشديد. وهذا ما من التراث الإنساني الخالد لليمن الذي يفاخر به اليمني أينما ذهب وأين محل. إن تكلمنا عن تاريخ اليمن القديم، هناك كتاب نقوش مسندية والتي فيها عشرة النقوش التي فصل فيها في تاريخ اليمني القديم. واهتمام الأستاذ مطهر الإرياني بالنقوش المسندية وبتاريخ اليمن القديم له دلالة مهمة جدا لم يعرفها هذا الجيل الحديث. عندما تتكلم عن حضارة وهوية يمنية وطنية قومية كانت قبل الميلاد وقبل الإسلام، أنت تتكلم عن روح خالدة لابد أن تسري. إذا كان المصريين إلى اليوم يتكلمون عن الأهرامات وهي يعني مسألة قومية بالنسبة لهم، تجد الإعلام والرئاسة وكل مصري يتكلم عن الأهرام باعتبار هوية وطنية قومية، لكن عندما تتكلم عن اليمني لا تجد هناك رمزيات أو وهناك مواطن يتحدث اليمنيون حولها باعتبارها هوية جامعة لليمنيين. للأسف الشديد أن هويتنا الجامعة هي الهوية الوطنية ما قبل الإسلام وما قبل الميلاد، تلك الهوية التي لابد أن نستمد منها أفكار أساسية. كان لليمنيين دور حضاري كبير، لا أهمها بناء السدود على سبيل المثال. كثير من النقوش المسندية تتكلم عن هذا الموضوع، وهي تلفت الأنظار اليمنيين إلى أن عندما كان الكون غافل وكان الناس نيام قبل الميلاد، كان اليمنيين قد بنوا السد العظيم الذي هو سد مارب، بالإضافة إلى عشرات السدود. إذا كان سد النهضة المصري بني في القرن الحالي ويعتبر من أهم إنجازات مصر، وإذا كان سد النهضة سد العالي، نعم
السد العالي نعم، وإذا كان أيضا السد الآخر الذي تبنيه الآن إثيوبيا باعتباره من أهم السدود الذي ستقام في المنطقة، فاليمنيين قبل أكثر من 3 إلى 4 ألف سنة قبل الميلاد كانوا قد بنوا هذا السد العظيم. عندما نتكلم أيضا عن ما خلفه الأستاذ مطهر الرياني، هناك يعني ديوان فوق الجبل، هذا الديوان العظيم الذي ينبغي أن يكون في بيت كل يمني، هذا الديوان الذي تكلم فيه عن الفلاح والإنسان والعامل وعن العسكري وعن وتكلم فيه عن تفاصيل المجتمع اليمني. عندما يتكلم عن العسكري في قصيدته الجميلة والرائعة فوق الجبل، حيث وكر النصف فوق الجبل، يتكلم عن كيف تحول العسكري إلى حارس لهذا الوطن العظيم. عندما نتكلم عن المقالات التي كتبها في مجلة دراسة يمنية، من أهم المقالات التي كتبها وتكلم فيها عن الأرض وتكلم فيها عن الإنسان. هناك أيضا الكتاب الذي صدر مؤخرا وهو مذكرات القاضي عبد الرحمن الأرياني والذي أشرف على إخراجه، كانت له مقدمة، هذه المقدمة تعتبر بيان تاريخي للحركة الوطنية منذ القرن العاشر الميلادي وحتى اليوم، وهي تقريبا في 20 صفحة. هذه المقدمة ينبغي على كل شباب الثورة أن يقرأوها بتمعن، وهي تستحق أن تكون دستور لنا للمرحلة القادمة حتى نعرف تفاصيل الحركة التي بدأت وكيف انطلقت وكيف أيضا سنواصل المسار على هذه الحركة. هناك أيضا ملحمة هي من الملاحم التاريخية التي هي سماها بعنوان ملحمة المجد والألم، هذه الملحمة الخالدة التاريخية التي هي تقريبا في أكثر من 340 بيت، تتكلم فيها عن تاريخ اليمن قبل الميلاد، تاريخ اليمن بعد الإسلام، وتاريخ اليمن الحديث الذي هو يعني نهاية تاريخ الأئمة والتاريخ الحديث. تفضل. نعم، اسمح لي، سينضم إلينا الآن الأستاذ عبد الباري طاهر الباحث والمفكر السياسي. مساء الخير أستاذ عبد الباري. مساء النور، أهلا وسهلا. أستاذ عبد الباري، الإرياني كان عالما، حدثنا عن ملامح هذا العالم، حدثنا عن ملامح هذا الرجل الموسوع. طبعا الولد عبد الله أجر الوطن، عبد الله أجر الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية، هذا المفكر العظيم متعدد المواهب موسوعة بكل معنى الكلمة، كان باحث، كان آثاري، كان فصيح لغوي، كان مبدع يعني في الشعر الفصيح والعامي، وكان يعني بالفعل من أهم المؤرخين ومن أهم قراء المسند الحميري، وترك آثار عظيمة، آثار عظيمة حقت شمس العيون في 11 مجلد، يعني طبعا ترك آثار عميقة جدا في التاريخ من خلال يعني كتاباته في التاريخ وكتابات كثيرة، أيضا فصيح لغوي ولديه معجب في الأدب والفكر باللغة عن اللغة العامية في المجلدين، وهو أيضا شاعر لديه ديوان مهم جدا فوق الجبل، وشاعر بالعامية لديه يعني بالفعل إبداعات عظيمة في البالة وكثير من ويعتبر من أهم فنان الأغنية الحميدية اليمنية. فمطهر برياني عالم جميل، عالم بكل معنى الكلمة، ونحن طبعا كتلاميذ كزملاء كأصدقاء لمطهر علي برياني نحس بالخسارة العظيمة للمعرفة وللعلم وللأدب وللثقافة، لقامة وشامخة وعلم من أعلام اليمن، وبالفعل ينبغي أن هذا آثار وإبداعات هذا الرجل تكون محل اهتمام وتكون محل دراسة وتوثيق. الأستاذ مطهر علي الرياني من الأعلام اليمنية المهمة جدا، ونحن بالفعل في الثقافة الوطنية في الأدب في الشعر عندما نقرأ ديوانه فوق الجبل نحس بالفعل أن يعني تفكر جاد معنوي وثقافة ويعني جاد روحي لكل اليمنيين فوق الجبل حيث وقر النصر، فوق الجبل واقف بطل محتجم للنصر، واقف بطل يزرع قبل في صميم الصخر، يزرع قبل يحمي أمل شعب فوق القمة العالية. هذا المبدع العظيم، هذا القصيدة كان طبعا في 70s وديوانه ودواوينها الأخرى
بالفعل وكثير من أعماله دكتور النور، وهو باحث مهم جدا، ويعني معظم الاكتشافات بخطوط المسند الهنري حاضر فيها الأستاذ مطهر البريري. نعم أستاذ عبد الباري، وهو طبعا درس. كيف كان رد المؤرخ الإرياني على من كان يتبنى منهج ما لسان حمير بلساننا وما ولا لغتهم لغتنا؟ كيف كان رده، كيف كانت يعني قراءته للمسند ردا على ذلك؟ يعني رد يا أخي أنه كشف أن آثار مهمة جدا، وأن يعني نصوص قديمة ونصوص تعود إلى العصور السبعية والمعينية والحميرية المختلفة، كان رد العلامة مطهر الإرياني ليس من باب المنابذة بالألقاب ولا لإشفاق القول، وإنما دراسة معمقة جدا بتاريخ وآثار ولغة وآداب اليمن بشكل مهم جدا وعقلاني ورصين. مطهر الإرياني طبعا تارك بصمات كل خطوط الثقافة والمعرفة اليمنية، وطبعا هو تتلمذ على يد أهم علماء اليمن سواء في الداخل أو في مصر أيضا وفي الثقافة العربية والثقافة الإنسانية. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الباري طاهر، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. أستاذ محمد، حدثنا عن أدب الإرياني الشعبي بن حمد البالا تحديدا، كيف ناهض بها الطغيان؟ أنا أستطيع أنه كان يعبر عن روح الشعب، وعندما نتحدث عن روح الشعب نحن نقصد بذلك الروح الحضارية الحميرية المناهضة للطغيان المنتمية إلى الذات اليمنية الحضارية. نلاحظ أن أهم شاعر غنائي كتب قصيدة الرمزية السياسية وشجن الشعب وأتعابه كان مطهر الإرياني في قصيدتين تاريخيتين اللي هي ملحمة البالا باعتبارها ملحمة شعبية لا تقل أهمية عن ملحمة الشاعر الأسباني روكا، وأيضا قصيدة القافلة. أما في قرصة البالا فقد ركز على ثلاثة أشياء، على العقل اليمني وعلى الوجدان اليمني وعلى الروح اليمنية. أما العقل اليمني فهو بناء فكرة القومية اليمنية اللي هي الوطنية اليمنية المناهضة للطغيان السياسي. مثلا عندما يقول قد كان معي أمس قد كان أخي أمس تاجر أينما جاء فرش، جو عسكر الجن شل وما معه من بقش، كان يقصد ذلك كيف كان عسكر الأئمة يستلبوا التجار الأحرار ويأخذوا ما لديهم من أموال، ما دفع هؤلاء التجار المناهضين للطغيان إلى السفر؟ قالوا لي البحر، قلت البحر يا ساري. وبعدين وهو في البحر أيضا لم ينسى مرارة الطغيان، كيف جسد هذا الصورة؟ جسد هذا الصورة في معنى جميل، قال والبن للتاجر المحظوظ والطاغية، حتى أهم خيرات هذا البلد تذهب إما للتاجر المحظوظ الذي هو على علاقة مع سلطة الأئمة أو للطاغية الذي أنهاك اليمن. شيء اسمه الإنهاك المعنوي، لا أحد أنهاك اليمن معنويا فيما يتعلق بالمعنوية الحضاري للشعب اليمني مثل ما. أما القصيدة الثانية وهي نعتبرها دليل القافلة اليمنية الحضارية، استخدم الإرياني مثلا القافلة كرمزية للذات اليمنية الحضارية. كيف استخدمها؟ كما لو أن مطهر الإرياني مثل ما ذكر الأستاذ نجيب اليافعي جاء امتداد للقافلة الذهبي في الذات الحضاري نشوة بن سعيد الحميري والهمداني، لكن ما عمله الإرياني عمل شيء معين، هو أنه أخذ هذه البوصلة بيده. كيف أخذ هذه البوصلة بيده؟ أخذ هذه البوصلة الحضارية بيده وبدأ كما لو أنه يبدو موجه ودليل هذه القافلة، قال يا قافلة عاد المراحل طوال وعاد وجه الليل عابس، يا قافلة رصي صفوف الرجال وابني مدارات المتارس، قولي لهم عاد الخطر لا يزال لا يؤمنوا شر الدسائس، هيا شباب اتوحدوا للنضال وانسي خلافات المجالس، يا قافلة بينهم سهول وام جبال الله معك حامي وحارس. الله. كما لو أن هذا الرجل مسك البوصلة اليمنية بيده وأراد أن يوجه القافلة اليمنية. رمزية القافلة اليمنية هي رمزية التراكم الحضاري، التراكم الحضاري هنالك قافلة حميرية دائما تستند إلى ذاتها اليمنية الحضارية وتقاوم الأئمة باعتبارهم أهم من ضرب مشروع الذات اليمنية الحضارية، وتبني على التراكمات الحضارية التي تحدثت عنها الأستاذة ميساء لتنطلق هذا القافلة نحو المستقبل. وفي توجيهه الذكي للشباب كان يدرك أن العمود الفقري لهذه القافلة الحضارية اليمنية هي الشباب، وبالتالي وضع البوصلة هذه وأراد أن يوجه هذا الجيل اللي هي هيا شباب توحدوا للنضال وانسوا خلافات المجالس. ثم يقول في اللمسة الأخيرة بشكل ذكي جدا، قولي لهم عاد الخطر لا يزال وليس من خطر هنا إلا الاستبداد، لا يأمنوا شر الدسائس. الدسائس هي تلك الالتواءات والالتفاءات والالتفاف على أحلام اليمنيين وعلى تطلعاتهم. ما هي تلك الالتواءات والالتفافات؟ هي تلك التي مارست سلوك الإمامة تحت ثوب الجمهورية وحاولت أن تحول الحكم الشعبي إلى حكم عائلي.
طيب دعنا نعود إلى الأستاذ نجيب اليافعي. أستاذ نجيب، يعني من الحماسة التي نجدها بشكل واضح في ما يقول أو كتابات الإرياني، يعني كيف هو مشروعه، كيف يجب أن يتبنى شباب فبراير مشروع الإرياني بالشكل الأمثل الذي يحقق مناهضة الطغيان؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأستاذ نجيب. بهذا يعني كيف برأيك أستاذ محمد سيتوجه أو يجب على شباب فبراير تبني مشروع الإرياني، وأين هي النقاط التي فاتتهم طوال هذه المرحلة خلال 5 أعوام؟ على شباب ثورة فبراير أن يتصلوا بتراكمات الحركة الوطنية، بمعنى أن يكونوا امتداد للتاريخ الجمهوري الحديث، تاريخ سبتمبر، تاريخ أكتوبر، الامتداد الحضاري. بمعنى آخر عليهم أن يركزوا على المشروع الذي طرحه الإرياني بين أيديهم. مشروع الإرياني كان يتركز حول نقطتين مهمتين: بناء الشخصية اليمنية على المستوى الفردي، وبناء الدولة والمجتمع. أما كيف كان يركز الإرياني على بناء الشخصية اليمنية؟ من خلال بناء العقل، في 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 بناء فكرة الذات اليمنية الممتدة عبر التاريخ، ترجمة النقوش المسندية، التاريخ اليمني الحضاري، مناهضة الطغيان، الحرية، اللغويات، ترجمة مثلا والتحقيق والتدقيق اللغوي في كتاب مثلا شمس العلوم. هذا التفقه في اللغة اليمنية وفي التاريخ اليمني وفي الذات اليمنية هي عبارة عن بناء للعقل اليمني الجديد، بناء اتصالي وليس عودة إلى الماضي والتوقف عنده. أما بناء الوجدان اليمني فهو فيما ترك الإرياني من موروث فني من خلال الغنائيات الخالدة الذي عكست الدهشة الفنية وعكست روح الشعب. ربما كانت هذه الغنائيات يعني ملهبة لحماس الثوار في 2011. هذه الغنائيات عبارة عن تقضية لقيم حضارية داخل الشخصية اليمنية. عندما يتحدث مطهر الإرياني عن قيمة الأرض، عن قيمة الزراعة، عن الحنين، عن المدرجات، عن الارتباط بالعمل، لا أحد قدس فكرة العمل والحنين إليه وحولها إلى أسطورة، إلى حالة فنية مثل ما فعل مطهر الإرياني. لماذا؟ لأن كانت فكرة الأئمة أساساً التي كانت حاكمة اليمن تقوم على أساس فكرة احتقار العمل، وأن الممارس أن العمل والمهنة هو عبارة عن حالة احتقار، فجاء يمجدها ليعلي من شأنها لإدراك مطهر الإرياني أن تقديس فكرة العمل سيكون الأساس لبناء الحضارة اليمنية. طيب، سنعود إلى أستاذ نجيب معنا عبر السكايب. أستاذ نجيب، ما أهمية مشروع الإرياني لشباب 2011، لشباب فبراير 2011 بنقاط سريعة إذا سمحت؟ كان من الأسباب السيئة لشباب الثورة أنهم لم يتعمقوا في فكر وتراث المجتمع اليمني، ولذلك لم يستوعبوا كيف يتعاملون مع القوى الحية ومع القوى الفاعلة، وأيضا كيف ينهضون وكيف يشكلون التحالفات. هذه كلها لا يمكن أن نعرفها إلا إذا عرفوا شخصية اليمني وعرفوا المجتمع اليمني وعرفوا كيف يتعامل مع هذه الشخصية التي كان أساسها هو حب العمل وحب الأرض وحب الإنسان، وليس حب الحروب وليس حب المشاكل وليس حب يعني العصبية المقيتة ولا أيضا البحث عن السلالات ولا أيضا البحث عن كل ما يكدر صف اليمنيين. وبالتالي كان مشروع الأستاذ الإرياني يتمحور حول أفكار رئيسية لعل أبرزها الحب العمل، حب العمل وحب الأرض. هذه الفكرتين مركزيتين في كل المشروع الإرياني التي قامت على أساسها حضارة اليمنيين القديمة، ولن تقوم حضارة اليمنيين الحديثة إلا بالرجوع إلى هذا التراث ومعرفة هذا التراث العظيم. ولعل الأستاذ الإرياني في ملحمة المجد والألم على سبيل المثال كان يركز على هذه النقطة بالذات ويهتم بها ويحاول أن يرفع معنويات اليمنيين بالعودة إلى الذات، وأيضا يقول لهم عليكم أن تجلدوا هذا التاريخ، وعليكم أن تجلدوا عار الأئمة، عليكم أن تجلدوا هذا التاريخ الأسود الذي لوث حضارتكم والذي أهانكم والذي استعبدكم والذي حولكم إلى قطيع من الحروب وإلى إشعال الحراق في كل منطقة من مناطق اليمن منذ أن جاء هذا الفكر الوافد على اليمن. وبالتالي علينا أن نجلد التاريخ بشكل جيد كما قال الدكتور عبد العزيز المقالة حتى نستوعب ما الذي حصل وما هي المشاكل الرئيسية التي أصابتنا وعقد تقدم اليمنيين، وأيضا على شباب الثورة يعني على سبيل المثال أن يعودوا إلى تراثه بكل تفاصيله، سيجدون أن البحث عن الشخصية اليمنية مهم جدا، رفع معنوية اليمني بالعودة إلى ذاته وبمعرفة شخصيته وبمعرفة كيف يتعامل مع
مجتمعه بكل تفاصيله، ولا يكون متعاليا كما يعني للاسف الشديد حضرت معنا الرقبه خلال الفتره الماضيه كانت متعاليه على المجتمع اليمني، ولذلك رفضها المجتمع اليمني ولم يتعامل معها، وحالنا الذي وصلنا اليه. اشكرك شكرا جزيلا استاذ نجيب اليافعي، كنت معنا عبر السكايب من الدوحه، كما اشكر ضيفي في الاستوديو الاستاذ محمد ناصر المقبلي، واشكركم مشاهدينا الكرام وكل الضيوف الذين كانوا معنا. الى حين أن نلتقي في مساء يمني جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، في أمان.